تلوث ليه؟ انت عندك المدخنه دي ارتفاعها 70 متر. طبعا انت لو نزلت الزراعه جنبنا مش عامل اي حاجه برضه للزراعه، لانه ده جبل، وعلى ما بتنزل للبلد بيكون الدخان ده طرف الجو، ده ما فيش كلام. واللي بيخلينا بقول لك كده ان احنا عندنا الزرع برضه جنب المصانع، انت نزلت عن 2 كيلو 3 كيلو في البلد، عندنا احنا عندنا البيوت وعندنا الاراضي وعندنا كل حاجه ما فيهاش اي تاثيرات.